في اليمن دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة تمهيدا لتحرير مدينة زبيد، هذا وقد وقعت اشتباكات في محيط المدينة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي. يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين بالحديدة والتحيطة، وفي المقابل وصلت الميليشيات الحوثية قصفها ضد المدنيين والمناطق السكنية، حيث طال القصف المركز الصحي الوحيد في قرية المنظر جنوبي الحديدة.